أتحدث وياكم بالتفاصيل أكثر أيضا مشاهدينا مع الدكتور محمد الشلالدة، وهو وزير العدل الفلسطيني، ينضم إلينا من رام الله. دكتور محمد الشلالدة، حياك الله في قناة المملكة. عندما نتحدث عن هذا القرار، قرار التجميد، بالتالي ماذا يمثله هذا القرار؟ كيف أيضا سينعكس على الوضع في حي الشيخ جراح؟ يعني أولا قرار التجميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية هو قرار مؤقت وقرار يعني يفسح المجال أمام المواطنين بالدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم الإسرائيلية. لكن أود التعليق على هذا القرار، التأجيل أو غيره. أولا القرار ومن حيث المبدأ هو لا يستند إلى القانون الدولي، والنقطة الثانية العلاقة ما بين الشعب المحتل والسلطة القائمة بالاحتلال ليست الأوامر العسكرية والقوانين الإسرائيلية للدولة المحتلة، وإنما مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة يعني 49 والتي إسرائيل هي طرف مصادق عليها. وبالتالي قضايا التأجيل هي مؤقتة، ولكن من حيث المبدأ هناك أسانيد قانونية. كل احترام وتقدير لدور الرئيسي للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني التي ساهمت في دعم السكان المقدسيين بالوثائق التي تثبت ملكيتهم في هذه في منطقة الشيخ جراح. وبالتالي هذه القضية هي اتفاق ما بين المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة الأنروا وهي وكالة دولية معتمدة. تسكينهم في هذه المنطقة جاء بموجب اتفاق ما بين الأردن والأنروا، وكل ما قاموا به هو لغايات التمديد وكانت مؤجرة لهم. وبالتالي بغض النظر عن كافة الإجراءات القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال، هي تعتبر في هذا الجانب في منطقة الشيخ جراح هو تهجير قسري بالمعنى القانوني، وهو يعني إخلاء السكان المدنيين من أجل توطين وترحيل المستوطنين وتسكينهم في هذه المنطقة والتي تعتبر انتهاكا صارخا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنعقد المسؤولية الدولية والمسؤولية الجنائية. وبالتالي منطقة الشيخ جراح والسكان المدنيين في الشيخ جراح هي ليست فقط مسؤولية هؤلاء السكان وليست مسؤولية السلطة الوطنية، وإنما مسؤولية المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة بالجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، مجلس الأمن، لأن هذه تعتبر مخالفة وانتهاكا للحق في السكن لهؤلاء السكان الأصليين الذين يسكنون هذه المنطقة منذ الخمسينات في هذا الجانب، وكانت تحت السيادة الأردنية، تحت سيادة المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتالي كل الإجراءات هي قانونية، وما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال يعتبر انتهاكا صارخا وجسيما لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في هذا المجال. يعني بكل هذه الاستفاضة من حضرتك وهذه المعلومات وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة، يعني فهمنا بأنه مهما حاولت الأردن يعني وقدمت كل ما بوسعها لتقديم هذه الوثائق للوقوف مع أهالينا حي الشيخ جراح، طيب هؤلاء الأهالي سواء أخلوا بيوتهم أو هذه القرارات لمعظم الأهالي في حي الشيخ جراح، هذه القرارات من قبل القوى القائمة بالاحتلال غير قانونية، ماذا عن المجتمع الدولي في ظل هذه القوانين الموجودة الصريحة؟ لماذا يغمض عينيه؟ وما الموجود الآن أمام أهالي حي الشيخ جراح للمضي قدما لاستغلال، حتى وإن كان تجميد هذا القرار، لكن استغلاله لفتح عيون وبصيرة المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات بحقهم؟ يعني هذا صحيح. أولا بغض النظر عن قضية تجميد الإجراءات قدر الإمكان من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية إخلاء الشيخ جراح، هي قضية مؤقتة وبالتالي لا ترتب أي أثار قانونية في هذا المجال. ولكن السؤال المطروح كما تفضلت حضرتك هو ما هو دور القانون الدولي ودور القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية والمجتمع الدولي في الحماية القانونية للسكان المدنيين في هذه المدينة المحتلة، مدينة القدس الشرقية. أنا أقول هذه أولا تقع بالدرجة الأولى على عاتق مؤسسات
المؤسسات الدولية ذات الصلة في حماية حقوق الإنسان، وأخص بالذكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هي صاحبة اختصاص في هذا المجال لمراجعة الطرف الإسرائيلي، وثانيا الاتحاد السويسري والأطراف السامية في اتفاقية جنيف من أجل إلزام وإجبار إسرائيل باحترامها وتطبيقها لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 49، علما أنها مصادقة ولكن لا تعترف بانطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وثالثا يعني من قبل الهيئة الدولية وهي هيئة الأمم المتحدة التي تعترف بأن مدينة القدس وكل قرارات الأمم المتحدة بدءا منذ عام 67 وحتى اليوم، سواء بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك قرار مجلس الأمن الصادر بخصوص الاستيطان رقم 2334. إذن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة من أجل تحويل هذه التوصيات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن من أجل اتخاذ القرارات بإلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وهذا جانب مهم جدا، لأن ما يجري في منطقة الشيخ جراح وما يجري في مناطق الضفة الغربية هو تكريس وترسيخ لمفهوم الاستيطان والاعتداء المتكرر على الممتلكات الدينية والثقافية، سواء في باحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة. وكل هذه الأجراءات تناقض حتى اتفاقية السلام الممرمة مع المملكة الأردنية الهاشمية وسلطة الاحتلال، لأنه في نهاية المطاف هي وصاية أردنية هاشمية تقوم بالدور الرئيسي الفعال. ولكن أنا أقول يجب أن يساند هذا الموقف الفلسطيني والأردني والعربي من خلال تفعيل هذا الدور من خلال جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي التي أنشأت لحماية المسجد الأقصى عندما هب وشب الحريق عام 69، ومنظمة دول الحياد، بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان وكافة الأجهزة الرئيسية والفرعية في الأمم المتحدة من أجل إلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها عدم إخلاء السكان المدنيين من منطقة الشيخ جراح وغيرها من المناطق، سواء في حي سلوان أو أي منطقة في الضفة الغربية، لأن الذي يحكم العلاقات للسكان المدنيين هو قانون الاحتلال الحربي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49. طب دكتور محمد، يعني الأوامر والقرارات الإسرائيلية هذا ما هو على الواقع، لكن دكتور محمد كلانا يعلم والجميع يعلم بأنه الاحتلال يبقى احتلالا، وأن يلتزم بالقرارات الشرعية الدولية هذا ربما أمر مشكوك فيه، وكل القرارات التي يتخذها أيضا مشكوك فيه. لكن عندما نتحدث عن الحكومة الجديدة الآن في تل أبيب، كيف يمكن تقارب وجهات النظر ما بينها وما بين السلطة الفلسطينية، لنتحدث عن مستوى اتصالات ما بين الجانبين، خصوصا في هذا الملف الذي قامت الدنيا ولم تقعد، وعلى أساسه أيضا تم وعدوان غزة، تم استقالة والذهاب من دفة الحكم لنتنياهو؟ يعني أولا هذا صحيح، ولكن أقول أولا القضية الفلسطينية لا تجزأ. هناك يجب احترام كافة القرارات الشرعية الدولية الصادرة من الأمم المتحدة، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي أنشأت بموجب قرار صادر من الجمعية العامة لعام 1947 ورقم 180 على 2 الصادر بتاريخ 29/11/1947، وكافة قرارات الشرعية الدولية. بمعنى أقول لا تجزأ ليس فقط في منطقة الشيخ جراح، لو أقلل من هذا الوضع، ولكن كفى. هناك أبرمت اتفاقية أوسلو ما بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال الإسرائيلي، هناك أبرمت اتفاقيات سلام على غرار اتفاقية كامب ديفيد مع مصر والإسرائيل، وأبرمت الاتفاقية مع المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل. وبالتالي هنا لابد من إبرام اتفاقية نهائية، ليست اتفاقية مرحلية. كفى الاتفاقية المرحلية اتفاقية أوسلو، بعد كان هناك نص واضح بعد 5 سنوات ستحل القضية الفلسطينية استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 242-338. وبالتالي كفى لهذه التجزئة للقضية الفلسطينية على المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الرئيسي في هذه القضية، والرباعية ومؤسسات ودول العالم مؤثرة في هيئة الأمم المتحدة، أن يتم عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية حلا جذريا وليس جزئيا هنا أو هناك، لتقديم هذه القضية التي تهدد الأمن والسلم ليس في فلسطين فحسب،
وإنما تهدد الأمن والسلم في العالم، وهذه مسؤولية مجلس الأمن أن يتخذ القرارات وفقا للفصل السابع وليس وفقا للفصل السادس الذي يعتمد على التوصيات بشكل عام. بالتالي القضية الفلسطينية هي قضية مفصلية، قضية محورية، هذه تقع على عاتق مسؤولية المجتمع الدولي مثلا في هيئة الأمم المتحدة وبشكل خاص وركز على الولايات المتحدة الأمريكية في ظل سياسة الرئيس الأمريكي الجديد، وفي ظل وإسرائيل هي دولة محتلة وبالتالي تقوم بنهب كافة الثروات الطبيعية وتعتدي على السكان المدنيين يوميا، على الطفل والمرأة وكافة الأعيان المدنية، يعني انتهاكات في كل الأمور. فعلا دكتور محمد، يعني يجب النظر إلى الوضع الفلسطيني ككل لا أن يكون مجزأ. الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك دكتور.